راح نتابع الوضع الميداني في المدارس مع اكتمال عقد العام الدراسي الجديد، وراح نروح لمنطقة مبارك الكبير التعليمية مع الزميلة ديما دحدة المراسل تلفزيون دولة الكويت. صباح الخير ديما، وكيف يسير اكتمال العام الدراسي في المحافظة ومتابعة المنطقة التعليمية لها؟ نعم، صباح الخير لكم زملائي في الاستوديو، وصباح الخير للسادة المشاهدين. بالفعل يعني اليوم أكثر من 227 ألف طالب وطالبة التحقوا بقاطرة العام الدراسي وبزملائهم في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية الذين كانوا قد بدأوا دوامهم الأسبوع الماضي، والآن هم يعني يتواصلون بالالتحاق بمقاعدهم الدراسية وأيضا بمدارسهم التي جهزت بشكل كامل وبشكل مثالي. للوقوف على أكثر اليوم على استعدادات المناطق التعليمية، اخترنا منطقة مبارك الكبير للحديث أكثر عن جهوزية مدارسها. يسعدنا أن يكون معنا مدير عام منطقة مبارك الكبير الأستاذ محمد عايض العجمي. صباح الخير أستاذ محمد، حدثنا اليوم عن جهوزيتكم في مدارس منطقة مبارك الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. بداية نرحب فيكم في هذا اللقاء في هذا الصباح هذا اليوم الجميل، وكل عام والجميع بخير. كما تعلمين أستاذة ديمة، احنا في منطقة مبارك الكبير التعليمية اليوم هو انطلاق وعودة أبنائنا المتعلمين للمرحلة المتوسطة والثانوية، والتحاقا لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في الأسبوع الماضي. وكما تعلمين إدارة منطقة مبارك الكبير التعليمية بجميع إداراتها وجميع أيضا الإدارات المدرسية قاموا بجهد جبار خلال الفترة السابقة في جاهزية وتهيئة الأجواء المريحة لاستقبال أبنائنا المتعلمين. ونحن في منطقة مبارك الكبير التعليمية لدينا ما يقارب 104 ما بين رياض أطفال ومدارس في المرحلة الابتدائية ومتوسطة وثانوي. اليوم أيضا طلبتنا فيما يقارب 50,000 طالب عادوا إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام لأكثر من عامين، واليوم عودة شاملة، وتمنياتنا إن شاء الله لهم بالسلامة والتوفيق والنجاح بإذن الله. بإذن الله. أيضا كان الزملاء يناقشون مع ضيفهم في الاستوديو الجوانب النفسية اليوم للطلبة، ونحن لاحظنا اهتمام الهيئات التعليمية والإدارية بالفعل بالترحاب بالطلبة. هل بالفعل من باب يعني أولوياتكم التركيز اليوم على الجوانب النفسية للطلبة؟ ما نخفيك يعني بعد انقطاع دام لأكثر من عامين يكون هناك رعاية خاصة لأبنائنا المتعلمين، والإدارات المدرسية حريصة على هذا الجانب. وفيما يتعلق في مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية في كل مدرسة لها دورها البارز في متابعة حالات أبنائنا المتعلمين، وأيضا فتح ملف لكل طالب وطالبة يحتاج رعاية نفسية ومعالجة أيضا في الجانب النفسي أو الجانب السلوكي، وكل هذا بجهد ومتابعة إدارة الأنشطة التربوية في المناطق التعليمية. جميل. أيضا أستاذ محمد، اسمح لي، أنتم أيضا تعملون دائما على رفع كفاءة العنصر البشري، ولديكم معلمون جدد في المناطق التعليمية، كيف تتعاملون مع المعلمين الجدد في إطار دعم هذه الكفاءات؟ حرصت الإدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية أسوة بالمناطق التعليمية الأخرى في إقامة وعمل دورة تدريبية للمعلمين الجدد، وأيضا العام الحالي قامت الإدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية بعمل دورة تدريبية لمعلمينا الجدد بما يقارب 130 معلم ومعلمة. وكانت أيضا هذه الدورة الأسبوع الماضي على جانب إداري وجانب فني لمدة 5 أيام. عملنا هذه الدورة عن طريق البرنامج تيمز الأونلاين، وكانت الحمد لله رب العالمين ناجحة بكل المقاييس. وأيضا تم تدريب المعلمين الجدد على حياتهم العملية وأيضا تهيئة الأمور التي يحتاجونها في مسار العملية التعليمية لهم في خلال العام الدراسي من حيث الجوانب الإدارية والفنية. نعم، هل هناك من كلمة أخيرة؟ كل الشكر والتقدير إلى تلفزيون الكويت على حرصه وحضوره، وأيضا في نقل الجانب الإعلامي لنا في الإدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية. ورسالة شكر لابد أن نقدمها لأهل الميدان من الإدارات في التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية على الجهود التي قدمت، وأيضا لإخواننا وزملائنا في الميدان مدراء ومديرات المدارس بجميع مراحلها، وإلى الهيئتين التعليمية والإدارية على ما يقومون به من جهد جبار خلال هذا العام الدراسي وبداية هذا العام الدراسي. أيضا لا يخفينا أن نقدم رسالة شكر لأولياء الأمور الذين هم شركاء لنا في هذا النجاح، وهم العون لنا فيما يتعلق في أبنائهم ومستقبلهم، وكل دعواتنا إن شاء الله لهم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. بإذن الله. شكرا.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية بالإنابة الأستاذ محمد عايض. وبالفعل كما قال الأستاذ محمد، يعني اليوم هذه العملية التعليمية تحتاج إلى تضافر للجهود، وأن يكون هناك بالفعل شركاء من أجل إنجاح هذه العملية التعليمية. ووزارة التربية بكافة يعني هيئاتها وكوادرها عملت على تلافي العراقيل من أجل يعني أن يكون هناك عام دراسي ناجح، ومن أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية وبمخرجاتها التي ستنعكس بلا شك على دولة الكويت الحبيبة وعلى رؤيتها الجديدة. هذا كان كل شيء زملائي، عودة لكم مرة ثانية إلى الاستوديو. زميلة ديمة دحلة، المراسل تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك وشكرا لضيفك الكريم.